في اخباركم بان دعوه المظلوم تقدر توصلك في البلاصه في مكتي غادي توصلك. هذه القصه اللي غادي نعاود لكم دابا يلا اهترت دابا جوج ديال الناس، واحد فقد الحياه الله يرحمه، والثاني هو اللي كان سبب لك الاول فاش فقد الحياه. اش كتخربق علينا اسامه؟ ركزوا معايا في هذه القصه، دوروا داك التليفون وتصمتوا. هادو جوج دراري، انا القصه لا وقعت دابا، جوج دراري واحد كيتعدى على الناس، راكم عارفين من داك النوع اللي ديما كندوي عليه، كيتعدى على هذا وكيضرب هذا المهم كيعتبر راسه راه هو صعصع في ما مشى، زعما راه انا اللي حاكم هنا، انا اللي حاكم هادي، اجي انت اجي ندي ليك انت ديالك وكذا هادي وهادي. البارح المهم حيت 12 ديال الليل هادي نحسبوها على البارح، مع ديك 8 ديال الليل كان غادي واحد الدري كيدوي في التليفون ويشوفوا الطرف الاخر، كيدوي في التليفون خشاه في الجيب، شافوا الدري لاخر جا عنده هز عليه الموس قال لي حط داك التليفون، مع العلم نهارو كيعرفو، قال لي حط داك التليفون، قال لي انت ساكن حدانا وهادي كدا كدا وكتعيق علينا صاحبي، قال لي حط داك التليفون لا وجهك غيمشي. واش هذاك شاف تاعيا؟ قال لي هاك التليفون هو يمشي. قال لي قبل ما تمشي قال لي الله يجعل ربي شتتك دعوة المظلوم. هذاك الدري مشى بغى يبيع داك التليفون، تلاقى مع واحد الدري صاحبو حتى هو نفس الحرفة عشيرو، ركبو هو وياه في الموتور وهما غادين باش يبيعو داك التليفون. في الطريق داروا واحد الكسيدة خايبة ديال بصح، لدرجة ان الموتور تكمش بحال قلتي تخدس صافي ما تشتت. هذاك اللي كان صايق ما طرا ليه والو، كانه ما كانش راكب داك الموتور، وداك اللي كان موراه يعني داك اللي شفر التليفون عاتي العظام ديالو تشتتو، رجليه في بوركينا فاسو، يديه في جزيره الزباكينديه، راسو في جزيره، والجسم ديالو كامل مشتت. جات لومبيلونس بقات كتجمع في الاحشاء ديالو، ها اليد هنا وها الرجل هي هادي 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 هنا، جمعوه كفنوه صلوا عليه. ودائما كنقول لكم حذاري من دعوه المظلوم، ها انت هذا ديتي لي رزقو، ها انت هذا تعديتي عليه، ها انت كتعتبر انت راسك انت ما عارف شكون، راه في اي لحظه شوف راه الدنيا دواره، راه في اي لحظه تقدر تقلب عليك الدنيا. شفتوا دعوه المظلوم تقدر توصلك في البلاصه، ان فوا شي واحد يدعي عليك تعديتي عليه يدعي عليك توصلك الدعوه، سواء اليوم غدا بعد غدا، المهم غتوصلك غتوصلك. والله لو دعا كافر مظلوم لاستجيب له. وما تنساوش ديروا معكم لايك وتنزلوا صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. نبداو الفيديو. صاحبي علاش ما كدابش؟ انا ما صباش ندابز، انا الدبزه ديالي قبيحه صاحبي، دابا نتقابلها صوفيت معنا، الدبزه ديالي قبيحه، انا خلاص نقتل، عارفين شنو ماتش دابا تعرفوا مع المده. سبحان الله راه يمكن شي واحدين فيهم غلفوا هما قادين على والو. رجال قوامون عن النساء فوالا. او ماي جاد او ماي، هو راه بصح راه في الشرع، في الشرع الراجل خاصو يجيب ليك ما تافي ماشي يجيب لك ما طيبه. يا ربي غير شويه من الثقه في النفس ديالو. ماشي ما كاينش شي واحد اللي يتساهلوا الصراحه، انا بزاف ديال البنات كيجيو كيبغيو يترطوا، ماشي انا ماشي من ديك النوع اللي كنصر على البنات، يعني اغلبيه هما اللي كيتصرعوا عليا. حسك الاغلبيه عويناتك زوينين، هذه الاغلبيه الهضره اللي كنسمعها بزاف، عادي كنحس بها عادي نورمال، خلقه ديال الله ماشي انا اللي خلقتها، ربي خلقني زوين هايدا بالحق سي نورمال عادي، كنحاول نتعايش مع هذا الشيء هذا بحق، ما كنطيحش في الفخ ديال الدريات حيت مدوز تجربه، دوز التجربة اللي خلتني انني ما نعرف المعدن ديال الدريات شنو كيسوى. اغرب كومونتير اللي زعما بغات تهدي، اغرب كومونتير ان مؤخرا هنايا في كازانيت ماشي واحد البنت قالت لي فينا زريقه، قلت لها فين صافا عادي نورمال هيدا، شدتني جات صحة شدتني في يديا قالت لي لا نمشيو نتغداو، قلت لها لا اسمح لي انا، قالت لي لا لا نمشيو نتغداو، شدتني صحة، المهم داك الشغل صحة ما قدرتش انا نرفض، قلت لها واخا زيد ماشي مشكل، مشينا وهذيك قالت لي نتصاحبوا، قلت لها اسمح لي انا ما كنتصاحبش. ماشي ولد دارنا، انا ولد دارنا ماشي ولد دارنا، على حسب انا كعايش بوحدي اغلبيه الوقت حيت انا المهم يعني على حسب كاين العائله ولا باين من عينيك كديديب، احيانا عليك الكديديب. الله يهدي الشباب.
اي حسيت بها كنا كنديروها فاش كنا صغار. الله يسمح لي له. انا كنت من الضحايا ديال هاد الكواري هذا، ولكن من تما الى يومنا هذا ما مرات دارت بيا شي واحد كيقول لك باسي كره حتى كنقيسها بيديا كره بطبيعه الحال عاد كنتيريها برجلي. كوثر الله يحفظك الله يخلي لك ما عز عليك. دابا شوف انا درت غلط واحد بس ما سمحتيش ليا، كنتي درت معايا شي غلط كل انا نقول لك مسامحة كوثر وشنو كاين شنو كاين شنو كاين. دابا الله يحفظك ما فكر بلوك، دابا تنطالبك والله البارح حتى بكيت وقلت للوالدة بكيت قدامها حق الله ما خليت مني صيفط ليك. والله يحفظك كوثر ما جاوبي دابا. علاش بالضبط كوثر علاش علاش؟ باه مواصفات فارس أخنامك. باه أول حاجة كون كيوت وأسمر وحبه بفلوسه ونحبه بكرهبته ونحبه ما يخدمش، اما معناها عنده ام وابوه يصرفوا عليه. علاش ما يخدم؟ باش يجي باش وين نكلمو انا يجيني في ساعه في ساعه زي زعما مابقاش انا نستنى فيه معناها وقت هو يكمل الخدمه ويبدا عادي ندرى شنو يعمل عاد في الخدمه يرجو هكا قدامي عزايزه وكها. والله يجيب لي سترك انا بعد ما نكت عليه. في الاخر تقول لك تبدلتي عليا الوالده سير جلس مع الضياف انا. شنو غنقول له؟ اش هاد الحصله؟ كيجيو الضياف كندخل لبيتي كنسد عليا عشيري دخل يومين لاصال هو. كورونا غا في لاصال خصني مش نرجع ليه، حنا ما كيجيش معانا هادشي. ران بس المافريكا بي والله اش داك اش داك الا ما قدش على شي حاجه لاش هزها. صار طوم وجيري شدك واش قبوك لاخرتك انت شغل وش قبوي انت شغل وش قبوي انا بغيت نشوف شكون اللي يغلب فاش كتكوني الفعه ولكن لسانك طويل. فوالا 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 المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو ما تنساوش تديروا معكم لايك نتلاقاو في الفيديو الجاي. الله.